مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم العرض الرئيسي لهذا المساء من الفضائية التشادية، وأبدأه بهذه البرقية، برقية تهنئة من فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إيتنو إلى رئيس وزراء اليابان. هذا نصه السيد رئيس الوزراء بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني بذكرى الأمبراطور كيوتو في 23 من ديسمبر 2017. أتقدم باسم الشعب التشادي وحكومته وباسمي شخصيا بخالص تهانينا الأخوية، كما أنتهز هذه السانحة بأن أعبر عن استعدادنا التام لتطوير علاقات الصداقة والتعاون بين تشاد واليابان، كما أتمنى لكم ولأسرتكم مزيدا من الصحة والعافية وللشعب الياباني الشقيق أيضا. إدريس ديبي إيتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة. شهد اليوم قصر الديمقراطية بحي قاسي أعمال الجلسة العادية لنواب الجمعية الوطنية، والتي اعتمدوا من خلالها على مشروع قانون يتعلق بدستور ومعاهدة الاتحاد الأفريقي للاتصالات. كان ذلك بحضور وزير البريد محمد الله طاهر. الجلسة ترأسها رئيس الجمعية الوطنية الدكتور هارون كبدي. محمود حسن سمو. بما أن استخدام التكنولوجيا الحديثة سيما الهاتف والإنترنت أصبح ضروريا لكل فرد سواء في حياته العلمية أو العملية، لذلك فقد اعتمد نواب الجمعية الوطنية بالإجماع مشروع هذا القانون الذي يتعلق بدستور معاهدة الاتحاد الأفريقي للاتصالات الموقعة في مدينة كاب بجنوب إفريقيا في ديسمبر عام 1999. فباعتماد هذا القانون فإن البلاد تكون قد انضمت إلى هذه الآلية الأفريقية، حيث أن هذه الآلية تهدف إلى تزويد البلدان الأعضاء فيها بسياسات واستراتيجيات فاعلة في مجالات الاتصالات بغية الوصول إلى البنيات التحتية وخدمات المعلومات الحديثة، علما بأن اعتماد هذا المشروع جاء بعد رد الوزير على مختلف أسئلة النواب الاستفسارية التي قدمت إليه بهذا الشأن، وهو ما ترك انطباعات جيدة لدى الوزير. تشاد يقدر يستفيد أشياء كثير للبلد في مجالنا الاستثمارات، في مجال هنا التدريب هنا فورماسيون، وشرطو في مجال هنا الكوبيراسيون في النيفو افريكان. اليوم كلهم وافقوا. إذن يبقى على وزارة البريد والتكنولوجيا الحديثة للمعلومات والاتصالات تطبيق هذا المشروع الذي اعتمدته الجمعية الوطنية من أجل الاستفادة من خدمات هذه المعاهدة للاتصالات الإفريقية.